السلام عليكم خواتاتي الزوينات وحتى الميمات اش اخباركم اش كتعاودوا اموركم هانيه كديري مع البريد هذا اش اخباركم ايوا كنتمنى تكونوا ان شاء الله بالف خير ومرحبا بكم معايا اليوم و الف مرحبا في فيديو جديد الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الحداقه ديالي ويا لالا غادي نمسح دابا البنات الحيط ديال الكوزينه مع البنات مازال ما دايراش اي حاجه البنات كنطيبها فوق البوطه خاصني ضروري ما نحل الشراج من بعدا وعاد كنلقى كنلقى الماء كينزل ليا من من الجليج الماء تينزل مع السخونيه وداكشي هادشي علاش الماء تينزل ليا شوفو هنايا العصا مسكينه تهرسات ليا مسكينه <applause> مع تنور راه مسح مسيح ديال القلب وهي تهرس ليا ديبانيتها لصقتها كنستعفى البنات آه كيف ما قلت لكم البنات عندي الحيط مع ما عنديش هذاك الشفاط اللي تي اللي تيجر فحال هكا سخونيه وداك الشيء ديال الطياب ما نقولش لكم البنات فيما كان بغي نطيب شي حاجه في الكوزينه ضروري الشراجم بعدا خاصهم يتحلوا وكنلقى الجليش آه تينزل ليا منو الماء وكيبقى داك الماء مطراسي هادشي علاش تنطر مره مره خاصني نمسح الحيط ديال الكوزينه وعاد لاحظت واحد السيده كانت قالت لي واحد التعليق باللي هي ضروري خاصها دير تيد وجافيل وشيزه وخاصها تحك الحائط وخاصها ما يحتاج هادشي كامل نديرو كما شفتو البنات درت في هذاك السطيل درت فيه واحد شويه ديال ديال جافيل ودرت المعطر صافي هو اللي غادي نمسح به الحيط حيت الحيط راه كيف كتشوفوا راه نقي ما يحتاج زعما الحكان وكل شوي خاصني نحكو وجافير وجافيل وداكشي كاع ما يحتاج راه غير مسحه صافي غادي يرجع نقي يشعل ما غيبقى يبان فيه حتى شي حاجه هذا الشيء اللي كاين دابا غير خفيفه ان شاء الله باش يتنقى باش هذاك كيف ما قلت لكم ملي كيبقى يدوز ليا الماء كتبقى مطراسيه ليا داك كيف بحال كيولي موسخ شويه هذا الشيء علاش كيبغي يتمسح باش يحيد ليا ما يبقاش فيه شي حاجه وكل شوية خاصني يمسحوا البنات والله العظيم انا كل شوية خاصني و وكيف كتشوفوا الطاجيرات هنا حيين داكشي اللي كاين فيهم غادي دابا باش نمسح الحيط بحال هكا براحتي وغادي ندوز نمسح نمسح البنات حتى الطاجيرات حتى هما غندوز نمسحهم شحال لقيتهم مغبرين البنات عرفتي الطاجيرات شحال فيهم ديال الوسخ ما حدانا هنا تايبنوا داكشي يعني باقي التراب كاين عندنا التراب بزاف فهاد البلاصه هادي <applause> بالنسبه لهذوك الديكورات اللي دايره البنات في الطاجيرات كاينه اللي قالت لي بلي آه هذوك النوار اللي دايرون في الطاجيره الاولى قالوا لي بلي من الاحسن ديريهم في الطاجيره الفوقانيه وهذوك القصارين هما اللي ديريهم في الطاجيره الاولى غادي نجربهم ونشوف أه، نشوف واش غادي يعجبوني ولا لا وحتى نتوما تعطوني الراي ديالكم وتقولوا لي فينا هما اللي جاوا حسن واش أه، في الطاجيره الاولى ندير فيهم هذوك النوارطوال ولا ندير فيهم القصار المهم دابا غادي نجيب واحد البرودوي تنديرو فحال هكا كنمسح به هذا البرودوي هذا واخداه من بيم صافي غادي نمسح به فحال هكا الطاجيرات هو اللي غنمسح به حتى هاد الديكورات هادو نحيد منهم الغبره مرحبا بخواتاتي جديدة عندي في القناة مرحبا بكم مية ألف مرحبا والقدامات دار الدار داركم هادي رحنا ولينا عائلة كاملين مجموعين آه تنجمعوا مع بعضياتنا تنهضروا مع بعضياتنا بحكم انني كنشوف التعاليق ديالكم كنجاوبكم كاملين تنجمع معكم كنحسبكم خواتاتي وعد النصائح ديالكم زوينه كنديرها بعين الاعتبار يعني شكرا لكم بزاف والهلا خطيكم عليا وخلاص كتشوفوا البنات الكوزينه راه نقيه حيت في الصباح قبل ما نمشي للصالون كنت جمعها ومقاداها وكل شيء يعني محيده المواعن وكل شيء خاويه انا كتعجبني الكوزينه ملي ما يكونش فيها المواعن وكتبان لك منظمه مرتبه في حركة كتعجبني اما ملي كيكونوا كي المواعن وداكشي ما كتكون مرونه شويه حيت جمعتها في الصباح فبقات لي مجموعه الكوزينه هادشي علاش دابا مني جيت قلت غدا نمسح دابا غير الحيوطه بعدا باش يتنقع وما يبقاش ليا داك المشكل اللي قلت لكم عليه صافي وغنمسح هاد الديكورات هادو وغنرجعهم حتى هما لبلاصتهم راه الغبره حتى من هاد النبات الاصطناعي حتى هو لقيت فيه فحال في هكا الغبره مسحتو شحال كتكون زوينه البنات مني تتجمعوا شي في الليسا وكتعرفوا راسكم خملتوها مزيان وقاديتوها شحال كتحسوا بالراحه واش نتوما البنات في حالي ولا لا انا دابا في القضيه هذه مني تنجمع واحد البلاصه وتنطرفها وكنحيد عليها كنرتاح كنحس بها نقيه مقاده هي هذيك دابا خواتاتي زوينات عطوني الراي ديالكم ها هما ها هادو اللي في النوار آه درتهم الفوق كما قالت لي واحد المتتبعه ولكن انا جاوني الفوق راه عالي شويه راه دابا مع هزه لكم تليفون فوق من الرخامه شي علاش كيبان لكم هكا ولكن اللي كيكون كي في نازل لتحت تحت شوفوا انايا كيفاش تيجيني جاني هاد القصارات هادو من الاحسن يكونوا لفوق حين كيجي كي الشكل ديالهم قصير احسن يكونوا الفوق والطوال هما اللي نزلوا لتحت شوفوا لتحت كيفاش جا خاوي مع هادو قصارين ما, ما زوينين انا ما بزاف عطوني الراي ديالكم قولوا لي اما احسن واش في حال هكا اولا غادي ننزل هادوك الطوالات للطاجره الاولى والقصار غادي نطلعهم الفوق بالعكس انا القصار مني جاوني الفوق حسيت جاوني حسن وكيف كتشوفوا هنايا في الطاجيره اللونه جاوا قصارين حسيت جاو عاطين حسن راه خصكم دابا دغيا قلب دابا داكشي <applause> عطوني الراي ديالكم وقولوا لي حتى نتوما اش بان لكم دابا انا غنقلب القصاري للفوق والطوال غنديرهم لتحت حيت جاني هاد القصاري اللي جاوا للفوق يجوا حسن من تحت الحين عندي العلو كتير بزاف هادشي راه حسن يجيو حسن ها نتوما شوفوا ها هو ما من الفوق عطوني الراي ديالكم اما حسن دابا دابا درا راي ديال متتبعه قالت لك القصار ديالي من تحت انا درتهم عطوني الراي ديالكم واش جاو حسن ولا لا ودابا عاود تقلبت عاوتاني الشكل باش تعطوني الراي انا واحدين جاو حسن وبالنسبه لهاد الطابله هادي درت ليها البنات هاد الديكور هذا اللي كنت شاريه مش حال من شحال هادي بي من بيم مخبيه من شحال هادي واحد دي فقلت علاش لا ما نديروش بحال هكا فوق الطابله ونغيروا شويه الكوزينه يجي شكلها احسن ها نتوما شوفوا البنات الشكل ديالها كيفاش جا حسيت جا شكلها احسن مهم هذاك التغيير ملي كنغيرو فشي حاجه واخا تكون غير بسيطه كيعجبك هذاك التغيير كتحسي باللي الكوزينه بدلتيها بشي حاجه <applause> تقولوا لي البنات كيفاش جا واش جا زوين هذا فوق فوق الطابله ولا لا وهنايا ها هما الطاجيرات ها نتوما شوفوا القصارين كيفاش جاوا زوينين مع مهزوز بزاف هاديك الطاجيره اللي خرجت مهزوزه هادشي علاش حسيت القصارين جو حسن من الطوال وهادشي اللي كاين اخواتاتي دابا اختكم غادي ندوز للجهه الثانيه غادي نمسح دابا الثلاجه مادام مسحت مسحت الحيط فخاصني نمسح الثلاجه خاصني نمسح هاد المجر هذا اللي حدا الثلاجه آه كل شيء غادي نمسحو ان شاء الله نعاود البنات نمسح حتى البوطه واخا مسحاها في الصباح ومازال نقيه ولكن انا في هذه القضيه هذه الشيء لمسحت فوق من رخامه خاصني ندوز حتى على البوطه حتى هي خاصني ندوز عليها مسحه واخا تكون مسوحه مهم درت هذا البرودوي هذا هو اللي استعملته في حلقة هكا كنمسح به رخامه غادي ندوز دابا البوطه حتى هي ضروري البنات في القاعده هذه واش نتوما في حالي ولا لا المهم انا في هذه هذه هاد القضيه هذه الا مسحت رخامه خاصني ضروري ما ندوز على البوطا حتى هي خاصني نمسحها ما نخليهاش بلاش كل شيء كاع داك الشيء اللي كنلقاه فوق كل شيء خاصني ندوز نمسحه كل شيء خاصو يتمسح مع الرخامه نشارك معكم اليوم البنات واحد الحريشات تيجو واعرين البنات كيجو زوينين وبنانين في المذاق كي كيستاهلوا تجربوهم صراحه من النهار اللي جربتهم هاد الحريشات هادو كنطيبهم في الفران من النهار اللي جربتهم وانا دائما في المكان كنبغي ندير شي حرشه غطيب في الفران كندير هاد الطريقه هادي اللي غنشاركها معكم اليوم حيت مادام كت كتجربو واحد الحاجه اللي كتجي زوينه اللي كتصدق لكم كيكون المذاق ديالها زوين فاكيد كتبقى معتمده عندكم هذيك هذيك الحاجه وبالنسبه لهاد القريعات هادو اللي في النوار كنتو سولتوني منين خديتيهم ما بقيناش لقيناهم مقطوعين ما عرفتش كيفاش المهم هاد القريعات هادو كنت خديتهم من درب عمر راه كاينين موجودين عرفتي في درب عمر البنات كاينين موجودين وحتى في قيصرية تباتة لقيتهم كتلقاوهم كاع غا اللي دايرين فراشات في في الزنقة كتلقايهم كاع عندهم كاينين عندهم هذا الموديل هذا موجود البنات صافي دابا مسحت كل شيء شنو خاصني دابا ندوز ندير خاصني دابا ندوز نشارك معكم الحريشات اللي تيجو زوينين بزاف البنات في الفران طيب في الفران شي حاجه اللي زوينه وغادي تعجبكم اكيد وخليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو وما تمشوش فيه دابا خواتاتي الزوينات غادي نشارك معكم الحرشه اللي كتجي واعره واعره البنات في المذاق كتجي زوينه بزاف مذاقها كيجي زوين وعاد اقتصاديه مغاديه محتاجه شي حاجه اول حاجه غادي نشاركها معكم هنايا هي هاد هذه عندي ثلاثه آه، ثلاثه آه، الكيسان كتعبروا كاس ديال العنبه ثلاثه الكيسان عامرين البنات شويه الملحه طانون بيضه آه، القشره ديال الحامض جوج ساشيات خماره ديال الحلوى وعاد هنايا عندي نص كاس ديال سنيده كاس ديال الدقيق غير انا هاد الكاس هذا البنات راه عندي كبير هادشي علاش ما عمرتوش الفوق يعني الا عندكم كاس ديال العنبه غادي ديرو قد قد يكون عامر مزيان كاس ديال العنبه يكون عامر مزيان هذا عندي كبير شويه هاد الكاس هذا ماشي قياس ديال الكاس ديال العنبه كبر منه هادشي علاش نقصت واحد شويه هنا الزيت كديروا نص كاس ديال الزيت انا كنقول لكم العبار ديال كاس ديال العنبه وعاد الماء الماء اكيد يكون دافي البنات غادي ناخذ البنات السميده وفيها واحد شويه الملحه غناخذ البنات الزيت غادي نديرو غادي نخلط مزيان بس السميده البنات كلها تغطى لي مزيان بالزيت هاد الطريقه راه ساهله دغيا البنات توجدوها ما كتاخذش الوقت بزاف وعاد كتجي زوينه في المذاق ديالها كتستاهل البنات تجربوها الصراحه من النهار اللي جربتها ولات عندي معتمده البنات وليت دائما خاصني نصوبها صافي دابا غادي ندير سنيده وغندير الفورص غادي ندير البنات القشره ديال الحامض غندير البيض غادي ندير البنات خمارات جوج صافي نحط شي معلقه حدايا المهم البنات بعدا غادي نخلط هادشي مزيان بهاد الطريقة هادي غادي ناخذ البنات دانون هذا نديرو صافي غنبدا نضيف في الماء بالنسبه للمر ما غنديرش كاس كامل ولكن نتوما غتشوفوا كيفاش خاصها تكون سميدة البنات من بعد ما خلط الخليط مزيان كيكون كي فحال هكا خاصو يجي جاري بحال هكا البنات صافي غادي نخلي واحد خمسة دقائق ونبدا نشكل فيه البنات من بعد ما خليت الخليط ديالي واحد خمسة دقائق خديت هنايا اللاطه اللي غادي ندخلها البنات الفران دهنتها بشويه الزيت باش ما تلصقش ليا الحرشه بالنسبه للفران راني عليه علي. قبل ما نخلط الحرشه البنات قبل ما نخلط الخليط شعلت على الفران درت ليه 180 درجه الحراره وعاد شعلت عليه من الفوق ومن التحت ولا كان عندكم البنات ديال ديال الجاز من الاحسن غادي تشعلوا عليه غير من التحت حتى طيب لكم الحرشه شاعل عاد غتشعلو من الفوق باش تحمروها هنا عندي حتى شويه الماء غادي نحتاجو باش ما تلصقش ليا في اليد ديالي يعني الخليط اللي خلطت معاكم غنحتاج هنايا السميده غادي ندير البنات في يدي الماء غادي نهز الخلاط بهذه الطريقه هادشي علاش الماء البنات كيعاون شويه باش ما كتلصقش ليكم في اليديات ها هانتوما صافي وغنديرها هنايا نعاود ندير الماء غادي نهز حاولوا تهزوا قياس واحد هالطريقة الطريقه هذه صافي غادي نخلطها في حاله كف سميده صافي البنات وغادي هنا. نحطها هنايا تنحطها نحطها هنايا البنات في اللاطه كنوريك غير توريكه خفيفه فقط غب بسيطه بحال صافي وغادي نخليها وغادي نشكل قاعد حريشات اللي عندي غنقادهم <applause> هذا هو الشكل النهائي الحريشات اللي درتهم في الفران كيف كتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش تيجي تيجو زوينين البنات وبنانين وغادي يعجبوكم بزاف المذاق غير جربوهم وبسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله